فوت فوت فرجي على المأساة جوا من عصابة بشار الكلب. كلب بصر الشام 13/6/2012 صباح اليوم القصف الهمجي على البيوت الآمنة، البيوت الأثرية القديمة. لم يميز بين الشجر والحجر والإنسان. شوف ساعة الكهرباء شلون راحت، شوف الأبواب، شوف الغرفة شلون تكسرت. الله لا يعوضك يا بشار. حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. الله أكبر. شوف الخزان المي شلون تصفت صفاي. خد على الغرفة لهون، شوف سقف الغرفة شلون، سقف الغرفة فوق فوق، سقف الغرفة شلون الخذي فوق عتبيه. هاي جايه بالباب ولوحدها. هذا كان متصور؟ هاي اللي هون. الله يسلمك يا رب. تعال تلك.